بسم الله. النهارده هنشوف ادينس اسمها الاين فيوز، بحيث ان هو بيعمل الاين للفيوهات الموجوده في قلب الشيت. فباجي هنا الاين فيوز وابدا اقول له انا عايز اظبط ايه على ايه. فانا مثلا هنا ده الباور رايزر النورث، عايز مثلا اعمل له محاذاه مع ايه، هقول له مثلا مع الايست، خليه هنا في التوب، فهو يبدا يعمل له الاين. دي فكره الاعدادات.